متوقف في عنا فاصل يمكن. عنا اتصال. الو الو، معنا اتصال من ايران بتصور. الو السلام. الو سلام. سلام وعليكم السلام. الحمد لله. ما بدنا نترجم. وانا عندي مشكلة باللغة يعني. يلا معلش حاولي هيك، بدنا نجيبكم لأن للعرب انتو. يعني عندي مشكلة شمال. نعم. عندي حد الشباب وكل ايران بيقولوا مناصب، يعني ما اعرف شو بتقولوا بالمصري. في عمرك بالمصري؟ بالعربي. بالعربي. مش بالمصري، بالعربي. بس بالايراني بيقولوا مناصب. اوكي. امل قد ايه عمرك؟ انا عمري 19 سنة. بتعرفي انه اكثر ناس بيتصلوا فيي هن الصبايا من ايران، وكتبي بتنباع اكثر شيء بدولة ايران؟ يعني ما في ناس يعني بيساعدوا، يعني يساعدوا بشرتي وهيك يعني، بس ما بعرف يعني. انت ليه بتحكي عربي؟ بس انا ما بعرف لغتي انا. انت من وين تعلمت العربي؟ انا تعلمت من افلام المصرية. يعني اوكي. ليش تحت عندك مشكل انه عندك حب شباب واخذت ادوية لالون؟ اخذت ادويه ورحت مع الدكتور. نعم. مصر يعني دكتور مني يعني مش كثير حلوين. اوكي. طيب خلص رح نغير السؤال للدكتور. واهلا وسهلا فيكي امل. اهلا. شو بتجاوب؟ بالنسبه لحب الشباب هي قراب لايران عراق. اي بالنسبه لحب الشباب هو يعني نقول احنا حب الشباب بس. نعم. ممكن يصير يعني في اي فئه عمريه، ممكن يعني في اي فئه عمريه ممكن يصير، وهي ظاهره مو هي مرض. يعني على السريع دكتور، انا بعد اقل من نص دقيقه بدك تعطيها نصيحه لامل عن تكلف اتصلت من ايران. اعطيها بس شي نصيحه تعملها لتتجنب هالموضوع، من صابون تستخدمه لوجهها مطهر، لسوائل تشربها كثير، لدواء اذا بتنصحها فيه. والله انا يعني ما شجع الادويه، يعني هي فتره وتزول، يعني سواء اخذت ادويه او ما اخذت ادويه. نعم. يعني هي فتره معينه وينتهي حب الشباب، يعني فتره اضطراب هرمونات. اهم شيء ما تلعب باصبع، ما تلعب لانه يعني تتاثر، ممكن يصير خراج، يصير التهابات. نعم. تترك اثار، تحتاج جراحه تجميليه بالوقت، بس اذا تترك الحاله يعني تنظيف عادي. نعم. واكل وشرب ماء، يعني شغلات، وتبعد شعرها عن وجهها، لان الشعر بسبب انه ينقل بكتيريا للوجه اذا الوجه مدهن، بخلي الغبار والاوساخ الشارع. صحيح. والجو الملوث عندنا بعالمنا كله بخلي يتحول الحب لبكتيريا ولالتهابات، مشان هيك يتجنبوا يضبوا شعرهم عن وجههم. هو كيف راح يتحسن يعني سونر او ليتر، والحب الشباب راح يروح يعني، الا اذا في حالات نفسيه، حالات اكو مرضيه ممكن. دكتور انا كثير انبسطت لقائك دكتور كمال حسين صالح. اللي بحب يتواصل مع الدكتور انا اخذت رقمك، رقم الدكتور 574-2973. برجع بعيد 574-2973. اللي بحب يتواصل مع الدكتور كمال حسين صالح. اهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا على الاستضافه. وان شاء الله دائما انام لك بتجمل اكثر واكثر. الله يخليك. نحن شكرا. نحن عندنا موعد جديد اذا الله راد يوم الثلاثاء الساعه 10 المساء، واعاده